والليبرالية تاسعا، اختارت أن تكون قضايا المرأة منبر الخطاب الذي يمررون أطروحاتهم من خلاله، لعلمهم الأكيد أن إفساد المرأة ضياع للأسرة، وضياع الأسرة تقويض للمجتمع. ولهم في هذا ملفات ساخنة يطرقونها ليل نهار، من ذلك دعوتهم إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجال مساواة تامة في الإرث والشهادة والدية والطلاق وجميع الأحكام، ناهيك عن شؤون الحياة والعمل، وهي مساواة مجحفة، فإن العقلاء مطبقون على أن التسوية بين المختلفات ليست من العدل في شيء، وليس الذكر كالأنثى. ولا أجد توصيفا لحال هؤلاء وقصدهم أحسن من كلمة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله حينما قال: الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها، ولكن يريدون حرية الوصول إليها. انتهى كلامه رحمه الله. كما أن الليبراليين يرون الاختلاط الممنوع ظاهرة صحية، أما الحجاب فعادة اجتماعية لا عبادة، ويا ليتها عندهم عادة حميدة. إنما الحجاب عقد، ومن موروث الزمان البالي، وليس بغريب تشويه مرضى القلوب لحجاب الفضيلة والنقاء، إن طيب الورد مؤذن للجعل.